الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بيان أو مشروع البيان الختامي للجلسة الأولى العامة الأولى لمؤتمر حوار وطني. خلال الفترة من 18 من مارس حتى 3 أبريل 2013 انعقدت الجلسة العامة الأولى لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، حيث شاركت جميع المكونات التي شملها القرار الرئاسي الخاص بالدعوة إلى مؤتمر الحوار الوطني المستند 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 يا المستند يا الإخوة البوابة اللي هناك لو سمحتم. اسمعوا البيان على الأقل، هذا محصلات عملكم، هذا محصلات عمل 13 يوم. اسمعوا بهدوء. يعني أقرت مراسيم الافتتاح يوم 18 مارس أو عفوا المستند على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في أجواء احتفائية اتسمت بالمسؤولية والحرص على السير في طريق الحوار وإنجاحه من كافة الأطراف. قرأت مراسيم الافتتاح يوم 18 مارس في باعتباره اليوم الذي دشنت فيه عملية التغيير في مشهد تاريخي مترابط الحلقات في سلسلة التضحيات التي قدمها الشعب اليمني وفي طليعتهم الشباب والنساء، بما في ذلك الحراك السلمي في الجنوب والذي مثل طليعة هذا المشهد التغييري الذي أعاد لثورة سبتمبر وثورة أكتوبر مضمونهما. ألا اسمعوا للنهاية وبعدين صفقوا في الأخير. الذي صادرته الأنظمة المستبدة، وذلك في عملية تصحيح تاريخية كان لابد أن يتحملها جيل يتطلع إلى بناء يمن ديمقراطي موحد ومزدهر أخفق آباؤه في بلوغه بالرغم من كل التضحيات الضخمة التي قدموها على هذا الطريق. وفي جلسة الافتتاح ألقى الأخ عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل كلمة أكد فيها على المسار التغييري للعملية السياسية والوصول إلى بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة بالأسس التي يتوافق عليها اليمنيون في حوارهم التاريخي الذي يتطلع إليه جميع أبناء الشعب باعتباره الوسيلة السلمية لوضع عقد اجتماعي جديد لبناء الدولة، وذلك في استجابة لإرادة شعبية شاملة عمدت بالتضحيات الجسيمة. وفي هذه الجلسة شارك ممثلون عن المجتمع الدولي والإقليمي بكلمات أكدوا فيها على دعم العملية السياسية والحوار الوطني وباركوا اتفاق اليمنيين على تفادي السير في طريق الحروب والدمار والعنف، وذلك بالاتفاق على أن الانتقال إلى العملية السياسية شكل نموذجاً يحسب لليمنيين دون سواهم من البلدان التي مرت بتجارب التغيير السياسي، وهو ما يؤكد على توافر إرادة جماعية على أهمية الحوار وهو الشرط الأساسي لنجاحه. لقد أكدت اجتماعات الجلسة الأولى العامة والتي بلغت 26 اجتماعاً على الحقيقة التي رسمت ملامح العملية السياسية، وهي أن هذه العملية
لم تكن ذات طابع نخبوي، فقد فرضتها الإرادة الشعبية التي قررت التغيير في اللحظة التي وصل فيها النظام السياسي والاجتماعي إلى مأزق لم يعد فيه قادراً على إنتاج الحل للمشاكل التي تراكمت على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ووضعت البلاد بيد أبنائه لرسم ملامح المستقبل عبر حوار جاد ومسؤول لا يستثني أحداً. وكانت النقاشات العلنية التي شارك فيها معظم أعضاء المؤتمر قد شكلت مقدمات ذات قيمة هامة للرؤى السياسية والاقتصادية التي سيقف أمامها مؤتمر الحوار الوطني. وحظيت القضية الجنوبية بالاهتمام الأكبر كقضية محورية ومفتاح الرئيسي لحل بقية القضايا، وتقدم ممثل الحراك السلمي بعدة مطالب لتهيئة الأجواء المناسبة للحوار. كما أن التنوع وتعدد المشكلات والهموم الأخرى التي عبر عنها المناقشون قد عكس الوضع المعقد والصعب الذي يمر به اليمن، فمشكلة صعدة وهموم تهامة ومارب والجوف والمناطق الوسطى وخصوصية المهرة وسقطرة وأبين والفقراء وتعز وكل مناطق اليمن، وإيش ثاني نسينا؟ كلها حضرموت قد قلنا القضية الجنوبية، برجع بعدين ندور المكلا المهم شيء موجودين حاضرين، خليك بس بالهداوة يعني. وأنين الفقراء والمهمشين وذوي الاحتياجات الخاصة ومطالب الفئات الاجتماعية المختلفة والمغتربين والمنتجين الزراعيين والعمال وهمم الكتاب وأصحاب الرأي، كانت مثار حديث ونقاش ومداخلات الأعضاء بصورة غلب عليها البحث عن الحل دون توقف من أي نوع كان أمام تسجيل الإدانات. فالمجيء إلى الحوار كان قد شكل توافقاً حول أهمية التغيير، وغدا عرض المشكلات مقدمة للبحث عن الحل. وسجلت المرأة في تعاطيها مع الشأن العام موقفاً متميزاً جرى ربطه بإتقان ما حقوقها ومكانتها ودورها في العملية السياسية والإنتاجية. لقد شكلت المرأة قوة متماسكة حتى عندما كانت تتباين في الرؤى السياسية، وإن مصدر هذا التماسك هو عمق الروابط الذي يمتد إلى الشعور بالحقوق المسلوبة والمكانة المنتهكة في أحيان كثيرة، مما كان له أثراً بارزاً في إعادة بناء الموقف السياسي بصورة متناغمة مع أولوية نضالها في بناء النظام السياسي والاجتماعي والقانوني الذي يكفل حقوق هذه الحقوق والمكانة قبل أي شيء آخر. وعبر الشباب عن قيمهم الثورية الأصيلة في التمسك بالأهداف التي استشهد رفاقهم من أجلها، ودافعوا عن هذه الأهداف والشهداء والجرحى والمعاقين والمعتقلين والمخفيين الذين ما زالوا في السجون أو وكانوا في مداخلاتهم أكثر من غيرهم تطلعاً إلى المستقبل. وساد المؤتمر الكثير من التفاهم بين الفرقاء على الرغم من الاحتقانات التي اختزنتها سنوات الصراع على أكثر من صعيد، وكانت اللقاءات عنواناً للترفع فوق الجراح في أحيان كثيرة، وهو ما يعكس الوجه الآخر لأهمية الحوار. لقد كان مؤتمر الحوار في بدايته ملتقى جرى فيه الاعتراف بالآخر بعيداً عن هواجس الانعزال الذي يرتب ثقافته المعادلة
في أسوأ صورها تجاه الآخر، وكان كسر هذا الحاجز النفسي قد هيئ للحوار شروط ملائمة بغض النظر عن المفردات واللغة المستخدمة في المراحل الأولى باعتبارها في أحيان كثيرة مجرد استجابة تلقائية لحالة الخصومة، لكنها لا تلبث أن تصبح تعبيراً عن حاجة ماسة للخروج من هذه الخصومة. وكانت إرادة الاستجابة والحاجة عند الكثيرين في منتهى الشعور بالمسؤولية تجاه الحاجة الفعلية لوطن ينتظر من الجميع التنادي إلى كلمة سواء من أجله وتغليب مصلحته على كل ما عداها من مصالح صغرى مهما بدت كبيرة في نظر أصحابها. لقد كانت القاسمة المشتركة بها الجميع هي السمة الغالبة التي تميز بها المؤتمر في جلسته الأولى، وإن كانت قد برزت في بعض الأحيان بعض التجنحات المحمولة بالرواسب التي صنعتها سنوات الفرقة والصراع والمواجهات وعدم الثقة، وكان أبرزها على الإطلاق إشارة التحديات بالانسحاب من المؤتمر أو تعليق المشاركة فيه لأسباب لا ترقى إلى مستوى الذي يمكن لأي طرف أو عضو إطلاق مثل هذا التهديد. إن اللجوء إلى مثل هذا التهديد بالانسحاب أو تعليق العضوية لا ينسجم مع طبيعة هذا المؤتمر الذي يعد فيه جميع الشركاء مسؤولين مسؤولية مباشرة عنه، ولا يوجد فيه طرف يتميز عن الآخر أو أنه يتملكه حتى يهدد بتعليق العضوية أو الانسحاب. إنه مؤتمر الإجماع الوطني الذي يعتبر الجميع مسؤولين عن نجاحه لارتباطه بأهم هدف نسعى إليه جميعاً، وهو بناء الدولة اليمنية الحديثة، دولة الحرية والكرامة لكل أبناء اليمن. وفي تحدٍ واضح للحوار الوطني، شهدت الأيام الأولى محاولة آثمة لاغتيال أحد أعضائه وهو الأخ عبد الواحد أبو راس، والذي نتج عنه استشهاد 3 من مرافقيه، كما شهدت عدن أحداث دامية كان لها أثره السلبي على أجواء المؤتمر، إلى غير ذلك من الأعمال الإجرامية التي استهدفت الأمن، إخلال بالأمن والسكينة للتأثير على سير أعمال المؤتمر. لكن وقوف الأعضاء بقوة أمام هذه الظواهر وإدراكهم للغايات من ورائها قد فوت الفرصة على منفذ هذه الأعمال، وطالب الجهات الرسمية والأجهزة الأمنية تحمل مسؤوليتها بمتابعة المتورطين في هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة، كما طالبها بعدم ممارسة العنف ضد الاحتجاجات السلمية، وأن تكون مثالاً في اللحظة الراهنة للحفاظ على الأمن وتجنب العنف، وهو ما أكد عليه الرئيس في كلمته في جلسة يوم السبت الموافق 30/3/2013. وفي المناقشات التي استهدفت تهيئة الأجواء لنجاح مؤتمر حوار، أكد المؤتمر على ما يلي: 1. أهمية إبقاء الباب باب الحوار مفتوح للتواصل مع بقية مكونات الحراك السلمي في الجنوب، وتكوين آلية للتواصل تتولى هيئة الرئاسة تنفيذ ذلك وإطلاع المؤتمر أولاً بأول. 2. تنفيذ النقاط 20 المرفوعة للرئيس من قبل اللجنة الفنية، ووضع الآلية المناسبة للتنفيذ السريع لذلك دون إبطاء. 3. استكمال الشروط الضرورية باستعادة الدولة وتصحيح أوضاع الأجهزة العسكرية والأمنية وتوحيدها، آخذين في الحسبان المقاعدين والمسرحين قصراً لأسباب سياسية لتعزيز المناخات المناسبة والمطمئنة لسير عمل الحوار الوطني وتنفيذ القرارات المتخذة على هذا الصعيد. وفيما يخص المطالب المتعلقة بتوفير أجواء الثقة، أكد أعضاء المؤتمر على ما يلي: الاهتمام بشهداء الثورة وشهداء الحراك السلمي الجنوبي وكافة الشهداء، ووضع تصور واضح لكيفية التعاطي مع هذه المسألة وبهذا الصدد
لا بد من إشراك الشباب في وضع هذا التصور. 2، استكمال معالجة جرح الثورة والحراك السلمي والاهتمام بتكوين مراكز التأهيل للمعاقين منهم، إطلاق المعتقلين فوراً وكذلك المخفيين، وإصدار قانون العدالة الانتقالي على النحو الذي يحقق مضامين التسوية السياسية التي تجري العملية السياسية في ضوئها في الوقت الحالي، مراعاة إعادة إعمار أبين وصعدة وعدد تأهيلهما وتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة لهما، وباستعراض وضع اليمنيين المغتربين وما يعانونه في الوقت الحاضر من صعوبات بسبب تعديل بعض القوانين في بعض الدول الشقيقة. 1، عبر الأعضاء عن قلقهم مما قد يؤدي إليه ذلك من تعقيدات بالغة على المغتربين وما سيخلفه بترك من آثار اقتصادية واجتماعية خطيرة على الوضع اليمني في هذا الظرف الصعب. طالبوا الحكومة ورئاسة الجمهورية التحرك السريع لدى الأشقاء في دول الاغتراب والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص لبحث الموضوع مع الأشقاء وشرح آثاره الخطيرة، مع إيمانهم بأن الروابط الأخوية مع هذه البلدان ستؤدي إلى نتائج إيجابية على هذا الصعيد. وعلى صعيد تنظيم عمل المؤتمر بموجب النظام الداخلي، ناقش الأعضاء كيفية تشكيل فرق العمل وتوزيع أعضاء المؤتمر على الفرق وفقاً لأحجام ونسب التوزيع الخاصة بكل فرقة وبكل مكون، مراعين البعد الوطني. وقد اتخذ المؤتمر قراراً بضرورة مشاركة كافة المكونات في ترأس الفرق بحيث أعضاء المؤتمر على هذه الفرق أهم ما أنجز في هذه الجلسة الأولى، حيث تم إنجاز هذه العملية بصورة جيدة، وإن كان قد تخللها بعض الصعوبات المتعلقة بتحقيق رغبات الأعضاء، حيث اتجهت هذه الرغبات نحو بعض الفرق والعزوف عن الفرق الأخرى، الأمر الذي دعا إلى التدخل أحياناً بموجب النظام الداخلي لتحقيق التوازن في التوزيع بما في ذلك مراعاة الحد الأعلى لكل قائمة ومكون. وبإنجاز مهمة تشكيل الفرق، تكون الجلسة العامة الأولى للمؤتمر والسير في طريق السلام والوصول إلى هدف بناء الدولة مكسب كبير سيسجل كأهم منعطف في تاريخ اليمن الحديث، وسيضع الأجيال القادمة أمام مسؤوليتها في التمسك بهذا المكسب والحفاظ عليه متجاوزاً آلام الماضي وصراعاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أخي، يا إخوة، لو سمحتم، لو سمحتم، لو سمحتم، لو سمحتم، على أي حال، شكرا كثيرا. أنا يا إخوة، طيب يا إخوة، لو سمحتم، صلاح، يا إخوة، لا يجوز الحديث بدون إذن، يا إخوة، لا يجوز الحديث بدون إذن، تعلمنا هذا من المدرسة. ما يجوز يا إخوة إحنا مؤتمر يصنع مستقبل اليمن، ما يجوز. لو سمحتم، على أي حال يا إخوة، أي ملاحظات على البيان يمكن أن تقدم مكتوبة إلى الأخ المقرر، ويمكن أن يتم استيعابها من قبل الإخوة المقررين. لو سمحتم، قبل أن ننهي جلستنا هذه، لو سمحت يا صلاح، لا مش دكتاتورية، هذا تنظيم لنظام الجلسات، تنظيم. لو سمحتم يا إخوة، في إعلانين قبل ما نرفع الجلسة. الإعلان الأول، صلاح، لو سمحت يا صلاح، لو سمحت،
لو سمحتم يا إخوة، لو سمحت يا أخي، لا لو سمحت، فهمي فهمي فهمي، لو سمحت، في إعلان الأسبوع القادم، الأسبوع يا محمد الصبري، مالك ماله يا محمد الصبري، يا محمد الصبري، لو سمحتم، في إعلان الأسبوع القادم ستكون هناك إجازة ابتداء من يوم السبت، لو سمحتم يا إخوة، هذا مؤتمر حوار مش فوضى، كل واحد يجلس مكانه يا إخوة، هذا بيان بيان لجلسة، الله لا، لو سمحتم، في يعني ستبدأ إجازة من يوم السبت، من يوم السبت القادم، وستنتهي يوم الجمعة اللي بعد هذه، يعني يوم 13 إبريل، يوم 13 إبريل سنكون هنا، يوم 13 إبريل سنكون هنا، نتمنى للجميع إجازة سعيدة، وأن يعودوا وهم أكثر يعني حيوية مما هم عليه الآن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي واحد زيدنا يا أستاذ لجنة المعايير، حيل، إحنا جاهزين للجنة.